بسم الله. في الاوتوكاد في بعض الاوامر اللي بتساعدني ان انا اعمل زوم على جزء معين، تمام؟ انت من خلال الماوس تقدر من خلال البقرة ان انت تعمل زوم على جزء دوت، او تعمل زوم تقرب وتبعد زي ما انت عايز. في برضو ادوات هنا موجودة، لو انت جيت هنا بصيت قلت له مثلا زوم اكستند، هيبدأ يجيب لك كل الشغل اللي موجود في قلب اللوحة، تمام؟ يعني فرض ان في هنا جزء مثلا كوبي، يعني كوبي لو كتب بالانجليزي بيبقى شكلها اجمل يعني، تمام؟ وحاجة بعيدة هي انت مش واخد بالك منها، مجرد ان انت تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل زوم هيجيب لك كل الحاجة، فتلغي الحاجة اللي هي مش تبع الشغل، ولو دوست على البقرة مرتين بيبدأ هو يعمل زوم يوريك كل حاجة. ممكن تقول له زوم ويندو، يعني هعمل ويندو صغيرة كده، وأي حاجة موجودة في المستطيل دوت هبدأ أشوفها، يعمل زوم عليها بالشكل دوت. ممكن تيجي هنا تقول له أنا عايز أشوف الزوم اللي قبل ده على طول، زوم بريفيس، زوم بريفيس، يبدأ يجيب لك اللي قبليه. ممكن تقول له زوم أول فيبدأ يجيب لك كل حاجة. ممكن تقول له أنا عايز زوم ريال تايم، تمام، بالشكل دوت. تقدر تقول له أنا عايز زوم دايناميك، تمام. تبدأ تحدد أول نقطة كأنك بتعمل مستطيل اهوت، تمام، وتحدد الجزء دوت. ممكن تقول له أنا عايز زوم سكيل، تبدأ تكتب له السكيل اللي أنت عايزه مثلا 3، تمام. تقول له أنا عايز زوم مثلا سكيل مثلا 20، فيبدأ يعمل زوم أكتر. ممكن تقول له زوم سنتر وتحدد السنتر اللي أنت عايزه، وتحدد المسافة هنا قد إيه، مثلا 50، فيبدأ يجيب لك الجزء ده زوم. زي ما انت شايف كل الحاجات دي بتعمل، ممكن تعمل الجزء سيلكت مثلا على جزء معين، وبعد كده تيجي هنا تقول له زوم اوبجكت، تمام، وبعد كده زوم ان وزوم اوت بيقرب ويبعد. كل الادوات دي بتساعدك ان انت تشوف اجزاء اللوحه كلها. يعني انت لو عامل زوم اول مش شايف الكلام دوت، فتقدر تعمل مستطيل مثلا وتبدا تشوف الجزء دوت من اللوحه.